الثوابت. تظهر المتحولات مرونة في تخزين البيانات لأنه بإمكانك تغيير قيمة المتحول وتغيير نوع البيانات التي تخزنها في المتحول في أي وقت. إذا أردت التعامل مع قيمة لا تريد تعديلها خلال تنفيذ الكود الخاص بك، بإمكانك تعريف ثابت constant. يجب عليك استخدام التابع الجاهز في لغة PHP وهو define لإنشاء الثابت. بعد قيامك بإنشاء الثابت، فإن الثابت ليس من الممكن تغييره. حتى تتمكن من استخدام define، فإنك يجب أن تضع اسم الثابت والقيمة التي تريد تخزينها في الثابت بين قوسين، ويجب أن تفصل بينهما بفاصلة كما يلي: define constant name 42. القيمة التي تستطيع وضعها هي إما رقم أو قيمة نصية فقط. وحسب ما هو متعارف عليه، فإن اسم الثابت يجب أن يكون بأحرف كبيرة. التعرف على الثوابت يتم من خلال اسم الثوابت فقط، وليس هناك حاجة للإشارة دولار. define user أحمد برنت welcome dot user. إن التابع define يتقبل بارامتر ثالث منطقي، والذي يحدد فيما لو كان اسم الثابت سوف يكون غير حساس لحالة الأحرف. بشكل عام الثوابت حساسة لحالة الأحرف، ولكن بتمرير القيمة true للتابع define ممكن أن تغير هذا السلوك. فمثلا لو قمت بتعريف الثابت user كما يلي: define user أحمد true. بذلك سوف تتمكن من الوصول إلى قيمة الثابت دون قلق لحالة الأحرف، أي أنك تستطيع الوصول إلى اليوزر باستخدام أحد التعابير الثلاث التالية أو أي تعبير مشابه. هناك ثوابت معرفة بشكل مسبق في PHP. تزود لغة PHP بثوابت معرفة بشكل مسبق، مثل الثابت فايل، والذي يعيد اسم الملف الذي تقوم آلة PHP بالقراءة منه. الثابت لاين يعيد رقم السطر الذي تتم قراءته من الملف.